مشاهدينا، وللحديث أكثر عن استمرار الانتهاكات في السجون الحكومية ووفاة العديد من السجناء تحت التعذيب، معنا من عمان مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين الدكتور أيمن العاني. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم دكتور. على أي أساس، ما هو تعليقكم مشاهدينا على الدكتور أيمن؟ هل أنت معنا؟ نعم معك. طيب، ما هو تعليقكم على وفاة المعتقل فوزي عباس قبل أيام، وعلى أي أساس يمكن التأكد أو التأكيد بأن وفاته لم تكن طبيعية؟ أخي الكريم، هذا طبعا هذه الوفاة السابعة التي تم توثيقها في السجون الحكومية المعلنة للمعتقلين منذ مطلع العام الجاري. وشهادة الوفاة التي تم تنظيمها للمغدور هي بمثابة حقيقة يعني إثبات توثيقي بأن ما جرى يدعو إلى الريبة والشك بشكل كبير، لا سيما أن دور السلطات الذي ينتهي في المستشفى إذا كانت الحالة طبيعية ويبدأ من المستشفى إن لم تكن الحالة أو حالة الوفاة غير طبيعية، فالتصرف الذي تصرفته إدارة المستشفى يدعو إلى الشك، فضلا عن وجود الكثير من علامات التعذيب الواضحة والظاهرة على جثة المغدور والتي تم تجاهلها كما ذكرت. يعني دكتور، كما ذكر في البيان التي تم إصداره من قبلكم أن الطبيب العدلي يعرف أو شخص أنه كان هناك علامات تعذيب، والمستشفى إلى الآن تنتظر الفحوصات المختبرية، على أي أساس تم إخراج شهادة الوفاة؟ ما هو سبب الوفاة الحقيقي؟ هذه النقطة. نعم أحسنت، هذه هي النقطة أخي الكريم. يعني كيف تم إخراج أو إصدار أو تحرير شهادة وفاة لشخص لما تتأكد إدارة المستشفى؟ هذا طبعا يأتي في سياق الإهمال الطبي الذي يتعرض له المعتقلون والمغدورون في داخل السجون الحكومية المعلنة، من ضمن هذا التجاهل، في سياق هذا التجاهل. مع ذلك هذا دليل حقيقة يعني إثبات على أن هنالك ظروف غير طبيعية تمت فيها الوفاة. طيب، يعني 4 أشهر فقط تفصل المعتقل عن إطلاق السراح ويتوفى تحت التعذيب، يعني ما هي كم خط أحمر تحت هذه الحالة؟ هو هذا مع الأسف الشديد، يعني السجون الحكومية المعلنة في العراق بعد 2003 هي يعني لم تكن أبدا أداة للتأهيل أو للإصلاح، إنما هي أداة للانتقام، أداة للتنكيل، الإمعان في التنكيل وإذلال المعتقلين والنيل منهم وإزهاق أرواحهم، وهذا حقيقة هو واقع الحال في السجون الحكومية المعلنة. فهذا يعني جنابك لك أن تتصور أن هنالك معتقلا يظل في السجن أكثر من 14 سنة وقرابة أو قبيل إطلاق سراحه يتعرض لهذا التعذيب، ولا شك أن التعذيب قد تعرض له بشكل متكرر خلال السنين الماضية، لكن يعني هذا المدة الأخيرة أمعن المعذبون بتعذيبه لعلمهم عن قرب إطلاق سراحه. إذا حتى الذي لم يحصل أو لم ينال عقوبة الإعدام ولديه هذا الحكم يتم تعذيبه حتى يقتل أو يعني تنتهي حياته بالتعذيب قبل أن يطلق سراحه. بالضبط. نعم، الذي يعني هو هذا الواقع، يعني هنالك وما خفي طبعا أو ما كان أعظم، لكن الحالات كثيرة وعديدة، وهنالك مئات الحالات حقيقة التي تم توثيقها خلال السنوات الماضية أيضا. نعم. طيب دكتور، هنا أيضا فوزي عباس هو ليس الحالة الوحيدة في سجن حمدان في البصرة، أيضا دائما ما تنشرون عن سجن الناصرية، سجن الحوت في الناصرية، أيضا حالات عديدة
يعني هل تم رصد أو هل هناك كشف بالحالات التي تتعرض للتعذيب أو الوفاة تكون فيها مريبة؟ هو أخي يعني أنا ذكرت أنه هذه حالة الوفاة السابعة التي نعم. تم توثيقها منذ مطلع العام الجاري. في العام الماضي هنالك أكثر من 60 حالة وفاة في السجون الحكومية المعلنة، قرابة 80% منهم أو قرابة 80% منهم تحت التعذيب أو في ظروف غامضة، ولك أن تتصور وللمشاهدين أيضا أن يتصوروا ما هي هذه الظروف الغامضة التي يتم فيها إزهاق أرواح معتقلين لا يملكون أي فئة مجتمعية ضعيفة، سلبت حريتهم وسلبت إرادتهم وأودعوا السجون، ومع ذلك لم يتم التعامل معهم كما يجب أو التعامل معهم كأناس حقيقة كبشر، حالهم في ذلك حال أي بشر أي إنسان آخر. لكن مع الأسف هذه الانتقام يعني حالة الانتقام التي يعيشها المعتقلون منذ 2003 وحتى اليوم يدفع ثمنها العديد العديد من الضحايا. لدينا الكثير حقيقة من حالات الوفاة في السجون داخل السجون الحكومية المعلنة. طيب يعني إلى متى سيستمر الصمت التعتيم على ما يجري في داخل السجون الحكومية في العراق وتجاهل الحكومة لكل التقارير الدولية والمحلية والمنظمات الإنسانية التي دائما ما تنشر وتفضح مثل هذه الممارسات؟ إلى متى سيبقى التعتيم وتجاهل الحكومة تجاه هذه الجرائم؟ أخي لا أبالغ إن أقول أن حكومات الاحتلال المتعاقبة منذ 2003 وحتى التاسعة الحالية منها هي حكومات تنتهك حقوق الإنسان بشكل واسع وعلى جميع الصعد. نعم. فهذه مثل هذه الحكومات حقيقة لعلمها المسبق بأنها مدعومة من قبل من جاء بها ولا سيما أمريكا، فيعني بسبب هذه مسألة توازن القوى الدولية هي تعلم أنها بمنأى من العقاب طبعا بشكل مؤقت. نعم. لابد أنه يأتي اليوم الذي تتم فيها معاقبة هذه الحكومات والكل سيدفع الثمن، لكن لا أحد يتعلم أو يعني لا أحد يريد حقيقة أن يتعلم من تجارب الآخرين. طيب نعم، يعني إذا ذكرنا بعثة يونامي ودورها في العراق وهي بعثة أممية تشرف على العملية السياسية في العراق، يعني ما دورها في كشف أو التعاطي مع مثل هذه الانتهاكات داخل السجون؟ ويعني الانتقادات الموجهة لأمين العام للأمم المتحدة في زيارته الأخيرة إلى أي مدى تجدونها محقة في حقه؟ أخي الكريم هذا موضوع مهم جدا حقيقة، يعني نعم. اليوم الأمم المتحدة لا أحد يستطيع حتى الدفاع عنها لأنها أصبحت تقف موقف المدافع عن هؤلاء الجنات المجرم عن هؤلاء الجنات المجرمين وتدعمهم سياسيا وتحاول حتى القفز على الحقائق الموجودة والواقع المرير ولا سيما لملف حقوق الإنسان في بلد مثل العراق. ويعني ما كان هذا اللقاء أو اللقاءات الأخرى حقيقة إلا في هذا السياق، وتعلم جنابك أنه الأمم المتحدة هي يعني في كل الأحوال تمثل مجموعة من الحكومات وهذه الحكومات مرتهنة حقيقة بمسألة توازن القوى الدولية، وهذا حقيقة غير مستغرب. يعني نعم زاد من الإحباط، زاد من حالة الإحباط لمن لا يعلم بالنسبة لموقف الأمم المتحدة من حكومات الاحتلال، لكن نحن في الهيئة حقيقة هذا الموضوع مشخص وهذا الموضوع معلوم ومتابع حقيقة، ولم يكن مستغربا هذه اللقاءات التي لا يمكن أن تصب إلا بمصلحة الجنات ولا يمكن أن تشكل
أي بارقة أمل أو يعني ما شيء يبعث على الإيجابية بالنسبة للضحايا. طيب دكتور، في سؤال أخير، كيف تنصحون أهالي وذوي المعتقلين الذين يحصل لأبنائهم وذويهم مثل هذه الحالات ويفقدون أبنائهم بصورة مريبة وغريبة مثل التي حدثت داخل السجون؟ يعني ما هي نصائحكم؟ كيف يوثقون شهادات الوفاة؟ كيف يوثقون شهادات الطب العدلي؟ أحسنت أخي، هذا هو يعني الموضوع معلوم أنه الجهات الحكومية في هذه الحالات لا ترفض تحرير شهادة وفاة إلا بشروط، وإلا ب يعني شروط تفرضها على ذوي الضحية نعم وذوي المغدورين، نعم وهذا طبعا معلوم. لكن بنفس الوقت حقيقة على الأهالي وذوي الضحايا والمغدورين مسؤولية كبيرة، يجب أن يتم توثيق وتصوير وتسجيل جميع الشهادات وجميع الملحوظات والمشاهدات نعم لكي لا يتم هدر حقوق الضحايا، وهذا حقيقة أقل واجب يعني. ونحن من هنا ومن على شاشتكم الكريمة ندعو جميع من يتعرض لأي انتهاك كان داخل العراق أن يتواصل معنا و ليسجل هذه الانتهاكات وليتم توثيقها بشكل مهني حتى تكون حقيقة تحفظ حقوق الناس وتحفظ حقوق الضحايا ولو بعد حين. لكن يبقى الـ يعني الحفاظ على الحقوق أهم من نعم وضع آخر نعم يضع فيه المعتقل. من عمان مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين الدكتور أيمن العاني، شكرا جزيلا لكم.